نجم المنتخب في الماتشين بتوع ليبيا من وجهة نظرك يا مينا؟ احيانا انا في رايي زي ما كارلوس كيروش نفسه قال نجم كان منتخب مصر لغايه دلوقتي. اول حاجه انا معجب باللي حصل، ولو اقول بس تعليق صغير، ان كارلوس كيروش مدرب شجاع للغايه، لان لما بتيجي في تجربه جديده وبتستبعد اثنين او ثلاث اسامي هم الاهم في مصر في اللحظه دي ايا كان، وكنا يمكن اتكلمنا شويه تكتيكيا ليه هم ما كانوش موجودين في اول معسكر. هي الفكره ان هو حط نفسه قدام المدفع وقال انه ما نجحتش تبقى مشكله كبيره، هو جهز لنفسه اصلا انتقاد مبكرا، لكن بنجحه ده كان شيء كويس. على مدار الماتشين كل ماتش كان فيه ناس باينه بشكل كبير، طبعا مرموش والستارتنج، ولو تفتكر يا استاذ احمد من اسبوعين هنا كنا بنتكلم في الجي بي اس وبنتكلم على بعض الاسامي، كنت بتكلم على مرموش بالذات وليه هيحبه كارلوس كيروش. فكره ان هو كان شبه لعيب كان معاه في ايران، هو جهان بخش، كان الوينجر بيعرف يلعب تسعه وكان بيقطم ويشوط كتير جدا، وقد كان دي نقطه هتبان كتير يمكن في الفتره الجايه. فكان مرموش هو الافضل لفكره ان الستارتنج بتاعتك تبقى بهذا الشكل. فالعوده انا شفت احمد فتوح واكرم توفيق كانوا الافضل حقيقه في الماتش ده، ويمكن عبد الله السعيد كان افضل نسبيا برضه في الماتش الثاني، لانه برضه زي ما دكتور ريد بيتكلم فكره كان هو قد ايه عنده فليكسبل او قد ايه هو مرن، قدر يغير مركز عبد الله السعيد في الماتش. كنا شايفين 4 2 3 1 بشكل اكبر، الماتش الثاني عبد الله بقى الثالث في نص الملعب بيميل اكتر ناحيه الشمال. وفي ميزه مهمه جدا في عبد الله لازم نعرف نستغلها، ان عبد الله عنده كرياتيفيتي وعنده الفيجن بتاعته عاليه جدا، بس بحكم السن كل ما تعرف ترجع شويه عبد الله لورا وتدي له مساحه الرؤيه هيبقى اخطر بكتير، وده اللي شفناه في كذا كوره. رجعه في الملعب يعني في الملعب طبعا، مش رجعه في السن لا خلاص مش هنعرف نتحكم فيها، لكن كل ما يرجع في الملعب طبعا وتدي له مساحه الرؤيه اكبر هيبقى اخطر بكتير. صحيح، ولذلك كان واحد برده من نجوم الماتش. طيب خليني قبل ما ادخل في